تفقد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور المنطقة الحرفية في حي المساعيد بمدينة العريش. أكد المحافظ على ضرورة العمل للتمكين الاقتصادي باعتباره جزءا من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مضيفا أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.